علشان نعمل الكفته اللي بالطحينه بتاعتنا عايزين كيلو لحمه مفرومه، عايزين بصله مفرومه، عايزين 2 معلقه كبيره بقدونس، وعايزين لو موجود لو في معلقه كبيره صنوبر، معلقه كبيره زيت، ملح وفلفل، بهارات. عايزين بقى للصلصه بتاعتنا 3/4 كوبايه طحينه، عصير ليمونه، 3 معالق كبيره زبادي، وميه حسب الحاجه، و عندنا هنا شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهارات والبقدونس عندنا اهو. ناخد بقى الكفته بتاعتنا نحطها كده هنا، وهنحط معاها كمان البقدونس زي ما اتفقنا. ناخد بقى البقدونس خلاص مش هنقدر نشيل لانه مسك في اللحمه. هناخد بقى دلوقتي الكفته بتاعتنا زي ما اتفقنا، يا بتعملوها كور يا بتعملوها اصابع. الكفته لو شويه فيها دهن اوكي، لو ما فيهاش دهن بنحط لها معلقه زيت. انا اللي عندي فيها معقوله فمش هحط لها زيت. هناخد بقى دلوقتي الكفته بتاعتنا ونبتدي نعملها مع البصله. كده جاهزة، كده الكفتة بتاعتنا جهزت، ملح، فلفل، بهارات، بصل، بقدونس. طيب هناخد بقى الكفتة بتاعتنا دي وهنعملها بالشكل اللي احنا عايزينه، سواء بقى صوابع، سواء كور، سواء قرص كبير في صينية، على قد صينية احنا بنختارها زي ما انتوا عايزين. هاخدها احطها في الفرن على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة عالية لغاية ما تستوي، يعني تقريبا مثلا 220 لغاية ما تستوي عندنا، هتقعد لها تقريبا يعني 20 دقيقة كده في الفرن. طيب هناخد دلوقتي الطحينة بقى اللي عندنا. طيب دلوقتي الوصفة بتاعت الكفتة بالطحينة دي لازم الطحينة اللي هنحطها الخليط لازم يكون سائل. ليه؟ لأن أنا هحطها في الفرن هيرجع يجمد تاني، فاحنا لازم نعمل حساب انه هيجمد، لان احنا لو حطيناه في الفرن على القوام المظبوط من هنا، على القوام اللي هو بيبقى كده ده، على ما نحطها في الفرن هتطلع لنا حاجه مخبوزه يعني بنقدر نقطعها كده، فلازم نخليها سايله بزياده عن القوام اللي احنا متعودين عليه. دلوقتي هنشوف مع بعض عشان لما تتخن في الفرن تديني بقى القوام اللي انا عايزاه. هحط شويه ملح، شويه فلفل، يا دندونه اهلا وسهلا. نضيف المية بتاعتنا شوية شوية. ازيك يا ايهاب؟ يا ايهاب ازيك؟ هنحط بقى دلوقتي المية وهنشوف مع بعض هنوصل لأني قوام. هنحط بقى دلوقتي الليمون، شكرا. يعني كده شايفين بقى سائلة ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه القوام ده. وهناخد الطحينه بتاعتنا بقى، شوفوا ازاي سائله اهي، هو ده كده القوام اللي احنا عايزينه. هناخدها نحطها على الكفته بتاعتنا هنا، وهدخل الكلام بقى الفرن 5 دقايق. 5 دقايق